التطورات الحديثة التي نعيشها في العقود الأخيرة غيرت واستبدلت كثيرا من العادات القديمة لتحل عادات أخرى جديدة، ومنها قراءة الصحف الورقية حيث استبدل بها كثيرون المواقع الصحفية الإلكترونية. تتعرض في الآونة الأخيرة الصحف الورقية لمجموعة من الأزمات والمعوقات ما انعكس سلبا عليها وتضاءل الاهتمام بها مؤخرا على الرغم من تاريخها الذهبي. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير. على الأرصفة في المقهى فوق الشرفة أو خلف طاولة المكتب في العمل، كانت الصباحات في تلك الأمكنة ترافقها الصحيفة الورقية في طقس اعتاد عليه كثير من الناس، حيث كانت قراءة الصحف الورقية جزءا من الصباح تقليدا محببا بدأ ينحسر رويدا رويدا خلال السنوات الأخيرة. في تاريخ الصحافة الورقية نقرأ أن أول صحيفة صدرت في العالم عام 1605 باللغة الألمانية في مدينة ستراسبورغ، وأول صحيفة مصرية صدرت في القاهرة عام 1828 باسم الوقائع المصرية، سرعان ما ازدهرت الصحف عالميا وعربيا في القرن الماضي قبل أفول نجمها مؤخرا. انتشار الصحافة الإلكترونية وسرعة تغطيتها وضعف الإمكانيات أدى لتوقف كثير من الصحف المحلية والعالمية عن الصدور الورقي، مما دفع بعضهم للقول إن الصحافة الورقية تحتضر وتعيش أيامها الأخيرة مع عزوف الناس عنها لتصبح من ذكريات الماضي. في الوقت ذاته ثمة رفض لما يشاع من أن الإنترنت قلص من سوق الصحف المطبوعة، وذلك بحسب دراسة أمريكية أجراها الباحث ماثيو جينزلكو في جامعة شيكاغو نشرت في الجارديان البريطانية. أزمة تتلوها أزمة أخرى من صحيفة ورقية إلى أخرى، وتحديات جديدة هزت عروش الصحف الورقية لتغيب نكهة القراءة الورقية وتتلاشى الطوابير التي كانت تنتظر الصحف أمام الأكشاك، بينما بائع الجرائد وهتافاته العالية تخفت من ازدحام الشوارع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا عبر السكايب من لبنان ضيفتنا ليال حداد. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. مساء النور. أهلا فيكم. طبعا ليال هي مسؤولة بقسم الميديا والمنوعات في صحيفة وموقع العرب الجديد. طيب ليال، شو بتحكي لنا عن الصحافة الورقية وتاريخها، وشو هي أبرز المراحل اللي مرت فيها الصحافة الورقية؟ طيب، لا يوجد تاريخ دقيق وموثق لتاريخ الصحافة، يعني ممكن تكون كانت موجودة قبل القرن السادس عشر ولكن لم يتم توثيق هذه المحاولات. لذلك تاريخ بداية الصحافة الورقية بدأ بالبندقية بالقرن السادس عشر، بنهاية القرن السادس عشر. وكان طبعا مكتوبة باليد، وهي صفحة كبيرة تطوى إلى أربع صفحات وبالتالي تشكل صحيفة تنقل أخبار خارجية، لأنه حتى وقتها كان في رقابة كثير كبيرة على المضمون. أما التوثيق الفعلي للصحيفة بشكل الذي ينقل أخبار سياسية وأخبار حربية وأخبار أمنية فهو كان بالقرن السابع عشر ببدايته بألمانيا. بألمانيا كانت كل التجارب الأولى للصحف. طبعاً تطورت هذه الصحف من بعد ما كانت تكتب بخط اليد، وكانت أخبارها هي أخبار خارجية، ما لم يكن يسمح بكتابة الأخبار الداخلية. الملوك والأمراء والحكام لم يكونوا يسمحوا بكتابة الأخبار الداخلية. طبعاً تطورت مع اختراع المطبعة، صارت كلفتها أرخص، صارت توزع بشكل أكبر، صار في بعدين القطار فصارت توزع من مدينة إلى مدينة. وبعدين طبعا انتشرت بهذا الشكل اللي بنعرفه، ولكن للأسف بدأت يعني استعمال الصحيفة أو الجريدة اليومية يقل، ولكن هناك الكثيرون يعني عندهم حنين للصحافة الورقية وملمس الجرائد وطقوس الصباح حتى في قراءتها. برأيك هل تلاشت هذه العادة وانحسرت حديثا؟ يعني يمكن نحن اللي منحب الصحافة الورقية بنحاول نقنع نفسنا أنه لا، وأنه بعد في ناس تقرأ الصحف، ولكن هي فعليا تلاشت. يعني في جيل كامل ما بيعرف شو هي الجريدة أو ما بيخطر عباله أنه يروح يقرأها.
يعني الجريدة نفسها صارت متوفرة PDF على الآيباد أو على التليفون، فهو بالنسبة له ليه أنا بدي أروح اشتري الجريدة؟ يعني دفع المصاري حتى على شراء الجريدة هو يمكن. يعني حضرتك ذكرت أنه تلاشت، يعني هل أنت تقصدي عربياً وعالمياً تنات أنه تلاشت الموضوع الصحافة الورقية؟ نعم طبعاً طبعاً طبعاً، ودليل على هيدا هو أنه صحف كبرى وقفت إصدار طبعاتها الورقية بالعالم العربي وبالعالم. طبعاً بالعالم هناك تقدم أكبر، يعني وقف الصحافة الورقية بداله صار في توسيع واستثمار أكبر بالصحافة الإلكترونية، بينما بنشوف بالعالم العربي، أنا بحكي يمكن عن لبنان أكثر، وقف الصحف الورقية لم يقابل تطوير لمواقع هذه الصحف الإلكترونية. وقف الصحف الورقية أدى إلى وقف المواقع الإلكترونية التابعة لها تلقائيا. ولكن يعني البعض يقول أنه أثرت هذه الصحافة الإلكترونية، صار الناس تتوجه إلى بدلا من الصحافة المكتوبة، هل هذان الأمران مرتبطان أم برأيك توقف الصحيفة أو الجريدة المكتوبة يؤدي إلى توقفها أيضا إلكترونيا؟ مش بالضرورة، يعني هو في مشكل بمفهوم الصحافة عموما تحديدا بالعالم العربي. مثل ما قلنا بالعالم توقف الصحيفة المكتوبة لم يؤدي إلى توقف المواقع الإلكترونية، بالعكس. يعني مثلا نيويورك تايمز بتحكي عن أنه عدد مشتركين على الموقع الإلكتروني تبعها هو أكبر من أي عدد كان ممكن أن تبيعه بتاريخها. ولكن في العالم العربي مفهوم الموقع الإلكتروني بعده بالنسبة للصحف بعده، يعني ما ينشر على الصحف، ينشر على الموقع الإلكتروني، باستثناء طبعا بعض التجارب. يعني ما بتحكي عن مؤسسة العربي الجديد، ولكن نحن عندنا صحيفة مطبوعة وعندنا موقع إلكتروني. الأولوية هي دائما بالنسبة لنا للموقع الإلكتروني اللي فيه أخبار زيادة وفيه شرح زيادة، وبالتالي لا ينشر فقط ما ينشر في الصحيفة الإلكترونية. طبعا الإعلام الإلكتروني أثر كثير على الصحيفة، مثل ما أثر عليها انطلاق الراديو بالقرن 19 وبالقرن 20 بداية التلفزيون، ولكن كل هذه الاختراعات وانتشارها لم تؤدي إلى انقراض الصحافة، ما بدي أقول انقراض، يمكن إلى هذه الأزمة في الصحافة الورقية كما يحصل في هذه السنوات في آخر 15 عام يمكن. طيب ليال، ماذا عن العاملين في صناعة الصحافة الورقية وعمال هذه الصناعة؟ يعني شو مستقبلهم أو مصيرهم؟ هيدا مشكل كبير. يعني الناس الملتحقين بالصحافة بآخر 10 سنين مفروض هن بيعرفوا أن الصحافة بشكلها التقليدي ما بقى موجود، وبالتالي هن بيحاولوا يواكبوا الصحافة بشكلها الإلكتروني الجديد، المواكب أيضا لمواقع التواصل للخدمات على الهواتف الذكية. ولكن عندنا مشكل بالجيل آخر من الصحافيين اللي اشتغل بالصحافة المكتوبة وعنده عجز على اللحاق بالصحافة الإلكترونية، أو بده يطبق قواعد الصحافة المكتوبة على الصحافة الإلكترونية، ما بيخلق أزمة كثير كبيرة. طبعا في اشغال كثير للصحفيين، ولكن شكل الشغل الصحافي والعمل الصحافي هو اللي تغير، ومفروض على العاملين بهذا القطاع انه يقتنعوا، يعني يطوروا مهاراتهم ليلاحقوا الشيء يعني. ولكن من لا يلتحق بركب الصحافه الالكترونيه بعتقد ما بقى له محل بعالم الصحافه. طيب ليال، لمحبي الصحافة الورقية، يعني الكثيرون الآن يسمعون يحبون الجرائد أو الصحف، برأيك هل يمكن النهوض مجدداً بالصحافة الورقية؟ ما قبل الإجابة على هذا السؤال بدنا نشوف شو هي أزمات الصحافة الورقية. أزمة الصحافة الورقية بشكل أساسي هي أنه صارت بطيئة، يعني كل شيء صار كتير سريع، حتى صار أسرع من المواقع الإلكترونية. يعني مواقع التواصل صارت بتجيب الخبر تنشره قبل ما حتى المواقع الإلكترونية تقدر تنشره، وبالتالي يمكن شكل الصحافة الورقية كله لازم يتغير. يعني بطل تنقل أخبار، يعني ما بعرف، ولكن تقديري أنا الشخصي من شغلي بالميديا ووتشنج ورقة بتعمل الصحف، بعتقد أنه صعب كتير أنه أغلب الصحف اللي بعدها تنشر ورقياً تنشر مش لسبب انه القارئ يوصل لها، لا، لسبب انه هي لها تاريخ طويل. يعني بنشوف كثير 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 قليل عدد الصحف الورقيه اللي عم تصدر باخر ما بعرف 10 سنين صحيح. يمكن بينعد طيب بالعالم العربي او بالعالم. صح، معك حق ليال. طيب اليوم الصحافه الورقيه كمان لعبت دور مهم في تكوين الوعي السابق، شو بتحكينا عن هذا الوعي اللي اسسته هذا الموضوع في الماضي؟ ما بعرف اذا بنحكي عن العالم العربي او عن العالم. نحكي عن العربي بدايه. أعتقد يعني الصحف رغم أنه بكثير محلات
بأغلب المحلات وحتى لهلأ هي صوت الأنظمة لأنه بتخضع لرقابة شديدة نتيجة الأنظمة اللي نحن عايشين فيها وشكل هيدا الأنظمة ورقابتها وسطوتها الكتير كبيرة على كل ما يخرج ويدخل من معلومات إلى دولنا. ولكن حصل فيه كتير خروقات وهيدي الخروقات هي اللي أدت لتغيير وأدت لكشف حقائق كتير وأدت لوضع حدود لفساد وبنفس الوقت أدت لاستشهاد صحفيين ولتعذيبهم ولسجنهم. برجع بقول يمكن أنا بحكي شوي عن تجربة لبنان، تجربة الحرب الأهلية، تجربة كشف المجازر، تجربة الإضاءة على الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حتى التحدي اللي صار أيام الوجود السوري والوصاية السورية على لبنان، كله هيدا عمل تراكم وأدى لنتائج الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، الانسحاب السوري من لبنان. طبعا ما كان هو السبب الرئيسي ولكن كان هو سبب كثير كبير بالإضاءة للرأي العام بشو عم بيصير. نفس الموضوع يمكن ينعكس على تجارب القضية السورية أيضا ممكن نعكسها طبعا، ولكن الإعلام السوري البديل اللي طلع بعد الثورة كونه كان ممنوع يكون في إعلام قبل الثورة هو إعلام إلكتروني أكثر من أنه إعلام صحافي ورقي يعني كان له طبعا دور كتير كبير. هم كنا عم نحكي عن دور الصحافي بشكل عام يعني إلكتروني أو ورقي. نعم في الختام برأيك لماذا لا يساهم الصحفيون العرب بإنشاء متحف للصحافة الورقية على الصعيد العربي؟ صراحة جوابي هو أنه لأنه بعتقد أنه هني عايشين بإنكار أنه الصحافة الورقية قد اندثرت أو في طريقة للاندثار، والإعلان عن متحف هو مثل إعلان وفاة هيدي الصحافة، وما بعتقد أن نحن وصلنا لهيدي المرحلة بعد. ولكن طبعا وبشكل جازم الصحافة العربية عندها تجارب ممتازة وناجحة وتقدمية وتجارب سيئة قبل هيدا الشيء، وتستاهل أنه ينعمل لها متحف يمكن في وقت لاحق. يعني حتى نقدر نحافظ شوي عن ما تندثر بالمرة، يعني هي موضوع عنا حنين لهالمواضيع القديمة. صحيح. يعني نشكرك انت معنا الصحف العربية يعني. نعم بنشكرك انت معنا ليال حداد مسؤولة قسم الميديا والمنوعات في صحيفة وموقع العربي الجديد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، انتهى وقتنا للأسف. شكرا لكل اللي شافونا اليوم، لهون بتخلص فقرات لم الشمل. أكيد فيكم تواصل معنا عبر موقعنا الانترنت وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. اللقاء. إلى اللقاء.